كما ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية. أستاذ محمد، يكشف التقرير طبعا أن النظام القطري كان ضالعا عبر الأجهزة، سواء كانت الأجهزة الرسمية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية، في أحداث البحرين لعام 2011 عبر مشاركته طبعا عن طريق المنصات الإعلامية الممثلة في قناة الجزيرة وأيضا الإلكترونية كما وضح التقرير السابق. ما تعليقك حول ذلك؟ هذه حقيقة يعني لم تعد مفاجئة بالنسبة لنا جميعا. حقيقة اليوم نكتشف يوم بعد يوم أدلة تورط قطر في هذه المخططات التخريبية التي واجهتها الدول العربية والبحرين بالتحديد. حقيقة اليوم هذا الحساب الذي تابعناه في التقرير وطريقة تحريض الشارع على الثورة وعلى التظاهر، بالعكس حتى الخطاب حقيقة الذي قرأته حقيقة وبعض التغريدات والكلمات كان يستخدم كلمات أن الثورة والدم والتضحية بالدم، يعني مصطلحات حقيقة يعني عنيفة لا ترقى حقيقة بمن يدعون الثورة. وبالتالي اليوم قطر وضعت نفسها في موقف صعب جدا حقيقة، وخصوصا لما نكتشف أن هذا الشخص موجود في الدوحة وأن الحساب هذا يتابع من أشخاص في جهات رسمية موجودة في الدوحة. هذا الأمر حقيقة يضع قطر أمام تساؤلات كبرى، لماذا تقوم بكل هذه التصرفات تجاه جار شقيق؟ يعني اليوم البحرين يعني نحن حقيقة نحترمها ونرفع لها القبعة أنها صبرت كل هذا الوقت وتحملت كل هذا الأذى حقيقة من الجار قطر. وبالتالي يعني اليوم سيد محمد، يعني بوجهة نظرك إلى أين تود قطر الذهاب مع هذا السيل الجارف من الأدلة الدامغة التي تكشف تورطها حقيقة في أزمة البحرين؟ مشكلة قطر لا تريد أن تعترف بهذه الأخطاء، لا تريد أن تعترف بهذه الأدلة، تصم أذنيها وتغلق عينيها، وبدلا من أن تصحح أوضاعها فأنها تتمادى وتذهب لتضع نفسها في حضن إيران التي هي المتآمر الأكبر على هذه المنطقة. قطر ربما كان لديها حلم ووهم كبير بأنها تستطيع أن تغير المنطقة، ربما لدى حكام قطر الحمدين أطماع كانت كذلك بالسيطرة بشكل أو بآخر. كل هذه الأوهام انتهت، لذلك اليوم يفترض على قطر أن تتراجع، على أن تصحح أوضاعها، وخصوصا أن يعني لا زال هناك بخصيص أمل لي يعني قبول اعتذارها وقبول عودتها وتصحيح هذه الأوضاع كلها والاعتذار عن هذه الأخطاء. طيب من قراءاتك سيد محمد، نعم من قراءاتك وكما ذكرت مسبقا أن قطر كانت تتوهم، هل كانت تتوهم تسيد من المنطقة، منطقة الخليج العربي، وتغير خارطة الوطن العربي ككل بأن تكون محورا هناك؟ من الواضح حقيقة هذا الأمر، يعني هي راهنت على الإخوان المسلمين كما راهنت الولايات المتحدة على الإخوان المسلمين وعلى الإسلام السياسي بأنهم قوة يستطيعون أن يديروا المنطقة. ومذكرات هيلاري كلينتون ربما فيها الكثير الكثير حقيقة من الذي يفضح هذا الأمر. قطر كانت أداة طيعة سهلة خاضعة حقيقة للإدارة الأمريكية، للإدارة وللإرادة الإيرانية كذلك. كل هذه المخططات تحطمت على صخرة الواقع. مصر استعادت عافيتها، تم طرد الإخوان من هناك، واليوم أصبحت الأمور مختلفة تماما عن 2011. فيجب على قطر أن تعود إلى رشدها وإلى صوابها وأن تعيش على أرض الواقع وأن تبتعد عن الأوهام الكبيرة التي كانت تعيش عليها. نعم، من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتي، شكرا جزيلا لك.